مين اللي بتفضل يكون معاك على طول في الأوضة في المعسكرات؟ يمكن احنا في المنتخب كل لعيب بيقعد لوحده، بس في النادي كنت دايما بحب اقعد مع اتنين، اشرف بن شرقي او عبد الشافي. كابتن محمد كابتن بن شرقي كابتن شرقي ليه بقى؟ ما تسمع له الصوت كأنك قاعدة لوحدك. وانا من النوع اللي بحب الهدوء والصمت. اشرف بن شرقي نفس الكلام، بس هو اشرف دايما طبعا هزار وتهريج مع بعض على طول، لكن دايما واحنا قاعدين في الاوضه حاطط السماعات يتفرج على يعني انت تحب تقعد مع الناس الهاديه اللي مش بالظبط كده، لكن لا يجي وقت الكلام نتكلم، لكن يجي خلاص بقى ما نكون عايزين ننام او نركز او اي حاجه كل واحد بجد. تحبش انت الرغي والهري وكده؟ ما بالظبط كده. الكابتن بن شرقي كمان بيقعد يقول اسمك بطريقه؟ لا اشرف ده مشكله، ده مشكله بجد. يا ابو جبل الله عليك يا ابو جبل، انت اللي منور المغرب والله. كل شيء بالذات ده بس انا فيك عندك المغرب والله. بتاعتك اللي انت بتقولها لي ابو جبل.